السلام عليكم ورحمة الله. Hello everybody, I'm Dr. عماد إبراهيم من Continue Your Emergency Medicine Course. A lecture of today is about asthma. Asthma in emergency room. طيب, what is asthma? Asthma is a chronic inflammatory disorder of airway. الairway, الجاري الهوائية. طيب, inflammation cause airway hyperresponsive, often associated with symptoms اللي هي shortness of breath, cough, wheeze. Obstruction أو narrowing is reversible. يعني هو chronic inflammation. Asthma is chronic inflammation. حاجة chronic inflammation وين؟ في الـ airway. بيؤدي لشنو؟ بيؤدي لobstruction. طيب الـ obstruction ده شنو؟ reversible. يعني بعد ما تنتهي النوبة بتاعت الأزمة الـ obstruction ده will be relieved. لكن الاوبستريكشن ده ممكن يخلي العيان تبيدو تتوريريت, ايفا ممكن يحصل لديس. طيب السيبتومز بتاعته شنو مينلي اللي هي كوز باي ذيس انفلاماتوري هايبر ريسبونسيف للايرواي, اللي هو انفلاميشن بيخلي الايرواي عندها هايبر ريسبونسيفنس, بيقوم بيحصل ليها ناروينج ديو تو للانفلاميشن. السيبتومز شنو بيحصل؟ شورتنس اوف بريس, ضيق في النفس, كف, ويز اللي هو صفير تسمع في النفس, في ويز تسمعه بالعظام. طيب دي is about what is asthma. طيب الباثوفيزيولوجي اوف asthma, عندنا spasm of smooth muscle. السموث ماسل بيحصل فيها هايبرتروفي وبيحصل فيها spasm, لما تيجي النوبه بتقوم يحصل كونتراكشن للسموث ماسل دي, بالتالي هتعمل شنو؟ هتعمل narrowing للايرواي, لانه الايرواي كله از راوندد بشنو؟ بسموث مصل. لما السموث مصل يحصل ليها كونتراكشن او سبازم تتجنج, فهيحصل شنو؟ هيحصل كونتراكشن او هيحصل ناروين للايرواي. اول حاجه عندنا سموث مصل هايبرتروفي وبيحصل ليها سبازم ديورين اتاك. طيب عندنا ثاني شنو؟ عندنا سوالينج او اوديما اوف ذا برونكيال ميوكوزا, يعني حتى الايرواي ده من جوا هو مبطن, از لايند ويز ميوكوزا. الميوكوزا دي بيكون فيها سوالينج, وده بياخد من شنو؟ بياخد من الاسبيس, من التجويف الجوا, لانه السوالينج ده هيخليها تمشي تضيق الاسبيس الجوا. طيب الحاجه الثالثه عندها سكريشنز فروم هايبرتروفي اوف ميوكوس جلاند, يعني السكريشنز بتاعت المخاط بتكون اكتر. ليه؟ لانه الميوكوس جلاند حصل فيها هايبرتروفي بكثره الكرونيك انفلاميشن. هاي دي كلها يا جماعه حصلت ديوتو كرونيك انفلاميشن. الكرونيك انفلاميشن عمل لنا شنو؟ عمل لنا هايبرتروفي للميوكوس جلاند, عمل سوالين في البرونكيال اوديما او في البرونكيال ميوكوزا او اوديما, عمل هايبرتروفي للسموس مصل, وممكن يحصل سبازم ديورين الاتاك. دي كلهم بيعملوا لنا شنو؟ برونكيال نيرفين. في ناس بيسموهم السري اس, سبازم اس سبازم اوف سموس مصل, سموس مصل سوالين كويس بتاع البرونكيال ميوكوزا, وسكريشنز اوف ذا ميوكوس جلاند 3S, سكريشنز اوف ميوكوس جلاند, سوالينج بتاع البرونكيال ميوكوزا, وسبازم او السموث مسل كونتراكشن. ده الباثوفيزيولوجي اوف ذا ازما. طيب شايفين دي النورمال اير واي, شايفين السموث مسل تشد, وعن ليه بتكون هايبرتروفي, الطبقه ذاتها تخينه تشد, ويكون حاصل هايبربليزيا او هايبرتروفي في الميوكوس في الميوكوزا اللير, واوديما شايفين الانتفاخ في الخلايا بالمقارنه به هنا, وبعد ده يكون في زياده بتاعت ميوكوس. ليه؟ لانه الميوكوس جلاند زادت, حصل فيها هايبربليزيا او هايبرتروفي, زاد الميوكوس ده كله عمل لها ناروين. يلا الهواء الخاش السودي ما بكون انف, ممكن في الاخير تيرن الازمه اتاك, يحصل يعني ناروين ويحصل هايبوكسيا, وممكن يحصل يؤدي لديتيريوريشن, ممكن يؤدي لديس. طيب الأزمة exacerbation أو نوبات الأزمة أو اشتداد الأزمة أو تهيج الأزمة. طيب episodes of progressive increase shortness of breath, cough زي ما قلنا shortness of breath, cough, wheeze or just tiredness, الشخص بحس إنه صدره ضيق, ولا combination من كل symptoms. ده during the episode يا جماعة, during the نوبة, في between the episodes بين النوبات الشخص ممكن يكون طبيعي, يعني ما بيعرف الا من يعملوا له مثلا بالمنري فانكشن تيست او كده.
لكن نورمالي ما بكون في اي حاجه، يعني لا بكون في ويز، لا بكون في شورت نص اوف بريس، لا بكون في كف، ما بكون في الحاجات دي. طيب respiratory viral infection the main trigger of severe exacerbation of asthma. اكتر حاجه بتهيج لنا وبتعمل exacerbation للازمه هي respiratory viral infection. يعني اللي يقولوا الاغلبيه ما bacterial infection هي بتعمل exacerbation، لا viral infection. عشان كده في اغلب الازمه في التريتمنت ما قاعدين ندي انتيبيوتيك الا لو ثبت صحيح انه في bacterial infection والعمل exacerbation للازمه، لكن normally ما قاعدين بنبدا في التريتمنت اوف ازمه لكن ما قاعدين ندي antibiotic. طيب what is aspect of asthmatic history are important to current exacerbation. يعني انت من يحصل زول asthmatic، طبعا الasthmatic يا جماعة بيكون معروف history of asthma، يعني مرات حيمر عليك زول انه the first diagnosis of asthma لكن الasthma is not diagnosed from the first time، يعني الا بعد investigation بترسل بتعمل pulmonary function test حاجات كثيرة بعد ذاك بكون خلاص نون أزمة. نون أزمة ممكن الأزمة دي يحصل لها exacerbation ويجي في الإمرجنسي روم، ويبقى ممكن تكون لايف سيرت، وممكن يحصل دس كتير، بيحصل دس في الإمرجنسي روم من الأزمة. فهي باعتبارها من الحالة الطبي إمرجنسي بالذات السيفير أزمة واللايف سيرتين أو النير نير فيت الأزمة ديل طبي إمرجنسي، لأنه في لحظة ممكن تفقد العيان. طيب which aspect of asthmatic history are important to current exacerbation. يعني عيان جاك طبعا هو بتاع الازمه ده ما هيجيك في الطوارئ الا لو قامت عليه نوبه او حصل له exacerbation. وطبعا لو كانت الابيسود عاديه اخذ بخاخه في البيت كويس ما هيجيك في المستشفى، لكن هو لما يحس انه كسر وردينا انه حصل exacerbation شديد هو بيجيك في الطوارئ. طيب وزي ما قلنا في واحدين ممكن يعني في الاطفال مثلا في الاكيوت برونكيولايتس ده بيجي بحاجه زي الازمه، لكن ما بقوله ازمه لانه ممكن يسيب لبخار الماء للبخار الدافئ النبولايزر. لكن المهم لو استمر معاه وبعد ذاك بقت تجيه ابيسود بعد الخمسه سنه حيمشي او لب الماني فانكشن حيشخص ازمه، هيكون بعدها نون ازمتك. عشان كده انت الزول بتاع الازمه ده يتوقع انه هو اوريدي عنده هيستوري وحيكون احتمال جاء طوارئ كم مره او على الاقل مره او على الاقل يتشخص، لانه من النادر انه يكون هو شنو ذا فيرست تايم. طبعا بعد ذاك انت برضو لو هو كان فيرست تايم انت ممكن تبدا تعمل المانجمنت، اذا كل الحيثيات ادتك انه هو ازمه بتبدا تعمل المانجمنت، لكن طبعا بعد ذاك لازم ترسله بعد ما تبقى كويس للبلمنر فانكشن تيست وحياه عشان يتشخص هل هي ازمه ولا كانت نوبه بتاعت هنا برونكوسبازم. بس بتحصل مثلا زول حصل لها انفايلاكسيس تفاعل تعسس ممكن يحصل برونكوسبازم، البرونكس دي كلها تتضيق شديد ويحصل لها اختناق، لكن هي ما نوت ازمه لكن تفاعل تحسسي. فالازمه حاجه كرونيك لا ما حتتكرر وحتكون طوالي قاعده. فالمهم هنا انا عندي زول ازمه الجاني في اكزازربيشن، وات ذا موست امبورتنت في الهيستوري. اول حاجه انا اشوف التريجر اوف ازمه، العمل التريجرين هو شنو؟ هل في فايرال انفكشن؟ هل الرجين اتعرض لشنو؟ والله ما لك الحصل شنو الليله، والله ما تعرضت مثلا للروس بتاع بهايم مشيتها الزريبه ومشيت كان في غبار انفايرمنتال بوليوتنت كويس، والله مشيت كان في والله دخان ركشه واقفه جنبي ومن عملت كثير انا مثلا اتهي اوكيبيشنال سنسيتايزر او اريتنت، والله يا اخي انا شغال كويس والحته اللي انا بشتغل فيها والله انا ذاتي بضرب بوهي ولا وات ايفر، وكل ما بعرض للرذاذ شديد اكون ما لابس كمان بيحصل لي كده يلا دي او مرات الميديكيشن الاسبرين يا جماعه ممكن هي هي الازمه، اسبرين ممكن هي الازمه. طيب شايفين اول ما بدا يحصل اكزازربيشن لانه في الاول الازمه يا جماعه من ناحيه باثوفيسيولوجي في تو فيسز، الفيس الاول اللي هو افراز الهيستامين وده ما مهم، يعني ده ما المهم اللي هو بيعمل برونكو كونستريكشن، لكن لما يحصل ريليز لباقي الميدياترز بعد ساعتين او ثلاثه ده بيكون فري عشان كده في الازمه بنستعمل انتي هيستامين لانه الهيستامين ما مهم، نستعمل البرونكو دايليتر اكثر اللي هو بتوسع لنا الاوعيه القصبات الهوائيه والاير واي. لكن في الاول اول ما تبدا موضوع انه خلاص حيجيو الاكزازربيشن بيحصل له اتش ان ووتري اي، العيون بتبقى فيها حكه ووتري والنيزل بيحصل نيزل كونجكشن، يلا دي علامات الهيستامين معناه هو اتعرض لشنو؟ اتعرض لشنو؟ للالرجين او للحاجه اللي عملت اكزازربيشن.
لانه قلنا في الازمه هناك في الباثولوجي، قلنا في الازمه انه بيحصل اول حاجه تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، انه بيحصل بيفرز يعني ما خش الحاجه الالرجين ترتبط مع الاي جي اي وتمشي للماصل، والماصل بتعمل دي جرانيوليشن لشنو؟ ليه؟ الهيستامين. الهيستامين بيقوم يعمل احمرار وكونجنكشن في الانف وكده وكده، وبعد شويه طبعا تاثيره بروح، لكن بعد ساعه ساعتين حتكون بقيه الميديات اللي صنعت الايكوسانويد بروستاجلاندين والليكوترين وحتبدا تفرز، ودي يلا دي الصعبه لانها بتستمر فتره طويله. يلا حيبدا طبعا كفويز، وحيكون مثلا مرات عنده هيفز او راش، يعني علامات بتاعت الرجي كويس. في اغلب الناس بتسهر بعد ذاك بتيجي النوبات. طيب هل في حاجه ثانيه في الهيستوري؟ يس، حاجات مهمه في الهيستوري لازم تعرف. البرير هيسبيتاليزيشن، خش المستشفى كم مره، هل عملوا له قبل كده اي اي سي يو ادميشن؟ في يعني في الايام القريبه دي خش الاي ار كم مره؟ الهوسبيتاليزيشن ده ما زور رقد، لكن الناس الازمه ممكن يجي الاي ار يقعد في الاي ار يدوا نوبولايزر ده يدوا فنتولين يقعد ساعتين ثلاثه احسن يتخرج، ده ما بكون رقد مستشفى، ده ما يعتبر رقد مستشفى، لكن يعتبر اي ار فيزيت او ايمرجنسي ديبارتمنت فيزيت، ايمرجنسي روم فيزيت، فدي لازم تساله منها برضه. ولا رقدت مستشفى ممكن يقول لك ما رقدت، طيب يا اخي مشيت الطوالي كم مره؟ يقول لك والله في الشهر فات مشيت ثلاث مرات لكن ساعه ساعتين وبطلع طوالي. طيب الكرنت ميديكيشن هسه بياخذ شنو؟ ولا يقول لك انا بس باخذ نوبولايزر، بتاخذ معاه كورتيكوسترويد؟ ممكن يقول لك لا ما باخذ. الكوموربيد كونديشن عنده شنو؟ عنده سكري، عنده امراض قلب، عندي شنو مع النادي؟ لازم في الهيستوري زول ياخذها. طيب بعد ذاك نجي ل هاو تو اسس ازمه سيفيريتي. طيب الازمه اسس سيفيريتي روتين، في روتين كويشن، هاو ماني تايمز بير ويك دو ازمه سيبتومز، السيبتومز بيجي كم مره في الاسبوع كويس؟ مثلا زي الكف والويز والشورتنس اوف بريس اللي هو افكت يو ديورين ذا داي، كم مره في الاسبوع بيجي؟ هاو ماني تايمز بير ويك دو ازمه سيبتومز ديسربت يور سليب، كم مره صحتك من النوم؟ دي بين النهار ودي بين الليل، كم مره في الاسبوع؟ هاو ماني تايمز بتستخدم الريليفر، يعني كم مره انت في الاسبوع كم مره قاعد في اليوم كم مره او في الاسبوع كم مره بتستخدم البخاخ بتاعك اللي بتحتاج تستخدمه؟ هاز ازمه كوست تايم اوف من الورك او السكول، هل الازمه دي شدت معاك لحد ما انت اضطريت تاخد يوم اوف من المدرسه او من الجامعه او من الشغل كويس؟ هاف يو نيد تو اتند ان ايمرجنسي سيرفيس سينس يور لاست فيزيت، يعني عنده مقابلات طوالي، هل انت اضطريت انك من غير المقابله انت بتمشي معروفه مقابله في الاو بي دي في العياده المحوله، انت اضطريت انك في لحظه تمشي للايمرجنسي وارد تمشي الحوادث الطوارئ؟ طيب فدي كلها هنا. يلا الكرايتيريا، مثلا عندنا داي تايم سيبتومز لو كانت اقل من مرتين في الاسبوع ده انترميتنت ازمه، ما ازمه دائمه. النايت تايم اقل من مره واحده في الشهر، البيك اكسبيريتوري فلوريت كان اكثر من 80%، ده انترميتنت. يلا يعني نجي للمايلد ازمه وللمودريت ازمه وللسيفير ازمه. المودريت المايلد يكون عنده من مرتين لاربع مرات في الاسبوع، يكون يعني جاته اعراض بتاعت ازمه، قحة مرتين في الاسبوع مثلا يوم الثلاث يوم الناي قحة كده ويقضي نفس يستعمل البخاخ بتاعه خلاص، ومرتين لاربع مرات في الشهر بالليل. البيك اكسبيريتوري فلوريت بتاعه اكثر من 80%. لو كانت مايلد اربع مرات في الاسبوع بالنهار، اربع مرات في الشهر بالليل، البيك اكسبيريتوري فلوريت بتاعه من 60 ل 80. لو كان سيفير حيكون طوالي اثناء اليوم تعبان طوالي، عنده ويز وعنده قحة وضيق نفس ويستخدم في بخاخه طول اليوم كويس، ويكون فريكوينت انه بيصحى من النوم، وبنلقى البيك اكسبيريتوري فلوريت اكثر اقل من 60%. طيب من الحاجات الثانية كلينيكالي اللي بتدل انه في اكيو سيفير ازمة شنو، او في سيفير ازمة شنو، كلينيكال انديكيتر اوف سيفير ازمة كويس، انزايتي اند ايفوريتيك ابييرنس، يعني العيان تلقاه مقلق ومعرق كل ما لان عرق، ايفوريتيك ابييرنس دي معناها خد في راسي انه دي سيفير ازمه كويس، ممكن ما تكون لايف ثريتنج لكن سيفير ممكن تتحول في اي لحظه لايف ثريتنج. بريسلسنس ات ريست، يعني هو ات ريست لكن عنده ضيق نفس
نفسه مقطوع inability to speak in a full sentences. الحياة اللي قلناها ودي خدتنا في نهاية المحاضرة كويس, inability to speak in a full sentence, ما قادر يتكلم يقول لك جملة كاملة من غير ما يعني ورا بعض. البارشال CO2 بريشر بتاعه نورمال او انكريست, انكريست طبعا خطر معاها الكلينس بتاع السي او 2 قلة. البيك اكسبيريتوري فلو ريت اقل من 50%, واللي هو اقل من 150 لتر بير مينيت اللي هو النورمال. لو مسكنا في الرجال والنساء مثلا من 300 لحد 550, النساء طبعا اقل شويه هو النساء. فالمهم النورمال رينج من 300 لحد 550 كده او 600 في بعض, فهي بيكون اباوت اقل من 150 اكسبيريتوري فلو ريت. البولس اوكسيمتري هيدرينا اقل من 91 ساتوريشن بتاعه المضغوط, ودي سهله دي في الامرجنسي بعرف ان انت ممكن يعني ايزي. هيكون تاكيكارديك الهارت ريت اكثر من 120, الريسبيريتوري ريت ممكن احصل اكثر من 30, فدي انديكيت اوف سيفير ازمه كلينيكالي. وهنشوف ان احنا يعني برضه هنتكلم تاني طبعا ده في الامرجنسي روم, انت داير تعرف السيفير ازمه. بعدين عندنا اللايف ثريتن ازمه وكده اللي هو بيبدا شنو؟ بيبدا الريسبيريتوري ريت يقل, ودي خلاص معناها العيان ده انت لازم تلحقه مرات الا لا تعمل ليش شنو؟ عمل ادمشن في اي سي يو. وهنشوفها في اخر المحاضره. طيب الريسك فاكتور فور ذيس فروم ازمه, في ناس عندهم ريسك انه يحصل لهم ذيس من الازمه. طيب ليه؟ اذا كان شنو؟ اذا كان عنده باس هيستوري اوف صدم سيفير اكزازربيشن, يحصل له صدم يزيد سيفير اكزازربيشن. لو كان عنده قبل كده عملوا له انتيوبيشن ودخلوه اي سي يو كان نتيجه للازمه, انتيوبيشن طبعا اخر مرحله معناها كان خلاص خش مير فيت الازمه, لازم يعملوا انتيوبيشن ركبوه في ميكانيكال فنتليتر ودخلوه. طبعا ميكانيكال فنتليتر بيكون موجود في اي سي يو. طيب لو كان عنده اكثر من مرتين هوسبيتاليزيشن فور ازمه في اللاست يير, لو كان عنده اكثر من ثلاث زيارات للازمه في اللاست يير للامرجنسي ديبارتمنت, الهوسبيتاليزيشن اور ان امرجنسي فيزيت فور ازمه ان ذا باست مانث, الشهر الفات خش كم مره المستشفى وخش كم مره الحوادث وطلع, يوز اوف مور ذان كانستر بير مانث اوف انهيلد شورت اكتين بيتا 2 اجونست. بيتا 2 اجونست طبعا هنا نحن بنكون قاصدين شنو؟ السالبوتومول. الشورت اكتين بيتا 2 اجونست نحن قصدنا هنا السالبوتومول, البخاخ بتاع السالبوتومول ده بخاخ الازمه ده. هل قاعد يستخدم اكثر من كونتينرين من سلندرين في الشهر؟ لو يس This is severe asthma. وممكن شنو؟ ممكن لا قدر الله انه تتحول ل near fatal asthma ويحصل ديس من الازمه, الريسك عالي. برضه current use of systemic corticosteroid, لو بيستخدم في كورتيكوسترويد معناها systemic معناها كان الاكزازربيشن شديد, الكورتيكوسترويد لانه بيدوه عشان يقلل الاكزازربيشن. او recent withdrawal from systemic كان اخذه ووقفه معناه اوريدي كان عنده يعني زي ده عنده history. المعنى شنو؟ مش انه وقف الكورتيكوسترويد او بدل الكورتيكوسترويد معناه حيزيد من الدس بتاعه, لا معناه انه الازمه بتاعته فيري سيفير. ونوع السيفير ازمه دي يا جماعه في يوم من الايام هتحصل هناي, ولو ما الطوارئ قريبه والاسطاف عارف هتكون مشكله يعني. فبرضه كونه بيحتاج لانه يستعمل كورتيكوسترويد فتره ووقف اسي حاليا شغال فيه او وقفه, ده برضه دلاله على انه الازمه بتاعته دي ممكن يكون فيها ريسك بتاع انه تحصل دس. كوموربيديتي برضه لو عنده كوموربيديتي, لانه يا جماعه الهايبوكسيا مثلا لو عنده كارديوفاسكولار الريسبيراتوري سيستم يكون فيه فيلير ومعاور الكارديوفاسكولار, معناه البرفيوجن بتاع الهارت يضخ الدم والدم المفروض يكون شايل اكسجين, بعد الاكسجين از نوت جود وبعد ده يكون الهارت, فدي مشكله. او يكون عنده مثلا سي او بي دي معاه, فدي مشكله. طيب سيريس سايكاتريك ديزيز او سايكوسوشيال بروبلم, لانه برضه مشكله يعني لو كان معاه عنده سايكاتريك, لانه بتاع السايكاتريك ممكن يكون هايج وانت ما تعرف دي هو بتاعت ازمه ولا هنا. وثانيا هو ما تلينيوزته يعني ما حيلجا للطوارئ, ممكن يقعد لحد ما يسوي يلقوا كاتم وعلى المال وهنا يكون الريسك بتاع الدس خي. فدي كل حاجات بتزيد الريسك بتاع الدس من الازمه. طيب المانجمنت نرجع, انا دائما خدت عندي حاجه خدتها في اخر سلايد دائما بحب اراجع لانها هي بتاعت اوكسفورد, نراجع دي ودي نخليها للاخير المانجمنت. طيب دي الحاجه المعروفه انه اسسمنت اوف سيفيريتي اوف اكيوت ازمه اتاك,
لو كان السيفير اتاك يكون unable to complete sentences. كلنا عارفين الكلام ده كويس من محاضرات الميديسين، انه unable to complete sentences in one breath في نفس واحد. انا جاي من كده، انا جاي من السوق، دي واحد بيخلص، لا هو ما قادر. السبارت ريت كان اكثر من 25 او يساوي 25، البولس ريت كان اكثر من 110 او يساوي او اكثر، البيك اكسبيريتوري فلو كان ما بين 33 ل 50% وفي البريدكتد او البيست، يعني احسن ما يكون عنده او احسن ما يكون هو كان 33 ل 50% منه، من الثلث للنص من احسن حاجه ومن الحياه الكامله. طيب دي كلها بتدل انه سيفير ازمه. طيب 200 بتكون لايف ثريتن اتاك او بيسموها نير فيتال ازمه، انه البيك اكسبيريتوري فلو يكون اقل من 33، الشست يبقى سايلنت خلاص، حصل اسبيريتوري فاتيك، الشست بقى سايلنت، العيان بقى سيانوتيك سيانوزيس، بدا يحصل له الازرقاق، في ابو الريسبيريتوري اوفرت خلاص، الريسبيريتوري اوفرت خلاص، الاكسسوري مسل كلها تعبت، كان في الاول تنفس بقوه وهنا المسل كلها خلاص فترت، بعد شوية يبدأ يحصل الريزمية أو هيبوتنشن، كلها دلالة على إنه دي لايف سيرتين، أو بيسموها نير ديس أزمة أو نير فيتال أزمة، نير فيتال خلاص. إكزوستشن يكون خلاص حصل لي إنهاك، يبقى كونفيوزد أو يخش في كوما. لأن نحو الأرتريال بلوت جاز ممكن البي سي أو 2 نلقى نورمال أو نلقى هاي، طبعا هاي دي فيري سيريس، ممكن برضه نلقى نورمال. الأكسجين ممكن نلقى ناقص، يعني لما نعمله بالبلد جاز حنلقاه اقل من كيلو باسكال، 8 كيلو باسكال، اقل من 8 كيلو باسكال. لو عملنا بالساتوريشن بالباس اوكسيمتري حيكون اقل من 92 او اقل من 91%، دي معناها لايف سيرتين يا جماعه. ده عندي لازم اي سي يو، لانه خلاص ما حصل اريزميا هايبوتنشن وكده، لازم انت اوريدي حصل ريسبيريتوري فاتيك، ثاني ما حيقدر يواصل لك بالتنفس، لازم تعمل انتيوبيشن وتدخله اي سي يو. نرجع طيب، نيجي للمانجمنت. مانجمنت خلاص شخصنا انه دي ازمه، وكانت سيفير ازمه، طبعا السيفير واللايف ثريتن يا جماعه كلهم دايرين منك اهتمام، لانه السيفير دي بعد شوية بتبقى لايف ثريتن. المودريت بتاعه هنا وحالته كويسه وبتاعي خلاص ده هنا، لكن لو بدا صاين انه خش في بيجا سيفير انت لازم تدي اتنشن، لانه السيفير دي ممكن تتحول للايف ثريتن، لايف ثريتن ممكن يحصل فيها ديس ايوه في دقائق. طيب الام بتاعك بكون كوركت وفي significant hypoxia، لو في hypoxia نعمل له correction بشنو؟ بأوكسجين. to relieve the airway obstruction بشنو؟ ببرونكودايليتر، وأدي air لسيستم كورتيكوسترويد، لأنه مرات البرونكودايليتر ما بتشتغل، الكورتيكوسترويد بتشتغل، لكن أدي air لي عشان ما بعدك نكبة في إنه يعني معليش الكلمة اللي بيقولوها حاوحش، إنه والله يا أخي من الأول مكاننا بداسي حالته ساءت وألحق intubation ألحق نكبة في كلام زي ده. فانت سيفير ازمه ممكن تبدا ايرلي سيستميك، يعني مجرد انت مديت البرونكو دايليتر ما في استيابه لحظيه طوالي، ويعني والويز لسه مستمره طوالي، تدخل كورتيكوسترويد خلاص سيفير، يعني اوريدي طبعا مع الاساس الكلينيكال اسسمنت سيفير ازمه. طيب الاوكسجين اسسمنت انت بتعمل بالبولس اوكسيمتري، البولس اوكسيمتري ده في كل الازماتيك باشن تعمله، ارتيريال بلاد جاز يعني دي ممكن تشيل اي بي جي ارتيريال بلاد جاز، طبعا مرات ما تكون متوفره يا جماعه قريب، وطبعا عينته ذاته يعني اللي تكون في الامرجنس من الجهاز موجود تشيل العينه ارتريال في هيبرين وسريع في 5 دقائق لازم تصل اللاب وتدعمي، يكون يعني هي وزن الامرجنس ديبارتمنت. ممكن نلقى نقصان في الاكسجين ونلقى هايبر كابنيا مثلا، او نلقى الاكسجين نورمال لكن في هايبر كابنيا، او نلقى هو نقصان في ساتوريشن وفي هايبر كابنيا، كلها ديفلوب في اللايف سيريزن طبعا، يعني الاي بي جي لما تتغير خلاص لازم اي سي يو. طيب از ريزلت بولس اوكسيمتري طبعا سيتول الاسسمنت في الفيريس كونديشن، برضه ممكن نبيس البيك اكسبيريتوري فلو ريت، يكون عندنا الجهاز نقول له انفخ انفخ، نقدر نشوف البيشنت والسيفير ديستريس لو كان نزل لاقل من 50% من البريدكتد كويس، يعني متوقع انه يكون كم. طيب الانتربيشن في الانتربريتيشن بتاع الاي بي جي او الارتيريال بلود جاز، ان بيشنت وسسبكتد هايبوفنتيليشن سيفير ديستريس اور بيك اكسبيريتوري فلو ريت اقل من 30% بريدكتد افتر انيشال اسسمنت، برايمري اون البارشال سي او 2 ويز نورمال فاليو ان بريسلس ازمتك بين وورنينج ساين اوف امبيدنج هايبوفنتيليشن،
دي لو اقل من 30% في البريدكتد افتر الانيشال مانجمنت الموضوع ده مشكله. كويس، ليه؟ لانه معناه في هايبو فنتيليشن، في سيفير ديستريس، لانه بدينا الانيشال مانجمنت وستيل في اكسبيراتوري فلو ريت اقل من 30%. تبع عملنا الاي بي جي يعني البارشال ثاني اكسيد الكربون مرتفع، دي فيري سيريس يا جماعه، دي علامه ايفن يعني ايفن ناس الامرجنسي ميديسين عارفينها، ناس الاي ار سبيشاليست عارفينها، الواحد ايام مهما كان هو ازمه وجاي وشكله لوكس ايفن اللوك لوكس يعني انت بتحس به ول، لكن لما نعاين للسي او 2 في 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 الاي بي جي يلقى هاي يخاف طوال يقول لك يا اخي دخله الوسيطه، يخاف ليه؟ لانه خلاص دي علامه بتاع ديتيريوريشن. طيب warning sign، the warning sign. طيب value have 45 millimeter mercury indicating life threatening attack and probably need for transfer to a high dependency unit HDU أو ICU. يعني لو لقينا الأكسجين، ضغط الأكسجين في الـ ABE أقل من الـ 45 اللي هو المفروض يكون 80 90 100 كده، لو لقينا اقل من 45 ملم مركوري الوحده بتاع الضغط، كويس ده براو ده ما الساتوريشن، الساتوريشن بيقيسوه بالاكسوميتري، ده ضغط ضغط الاكسجين اللي هو بيتقاس بالاي بي جي في عينه الاكسجين في عينه لنا، بس يتاكد انه العينه ما شلتها من فين، لانه من فين اصلا ممكن تلقى الاكسجين ناقص ما مشكله، لانه ده فينس بلط، لكن ارتيريا لو شلت ارتيريا الدم ده احمر فاقع طبعا بيشيله، شيء المفروض يشيله طبيب يكون متمرس يعني، الناس بيقول لك يا اخي شيل العين دي، دي ارتيريا انا ما بشيلها، ما مسموح لي اشيلها. الارتيريا طبعا سيريس، تعتمد على اناتومي وتمسك البلس وتتاكد انه ده بلسطايل فيزلز ما ساي فين تدخل فيه ولا فيه بلسطايل، انت عارف الاناتومي حتشيل من وين؟ من البريكل من الراديال ارتري، لازم تكون فيمورال. فشلت العينه وهدي لونها احمر فاقع ارتيريا كاسو، لقيت الاكسجين ناقص. اول العيان ده لا يمشي اتش دي يو اللي هي هاي ديبندنسي يونت. الفرق طبعا بيناتهم انه دي فيها مونيتور والاي سي يو فيها مونيتور ومعاه ميكانيكال فنتليتر، اي سي يو درجه عاليه شويه كويس، والاتش دي يو او بيسموها يعني الوسيطه او الريسس او يسموها ريسيتيشن روم يعني انعاش وتفر بالعربي يسمى شنو، اللي هي درجه اقل من الاي سي يو، بعديها الاي سي يو الاتش دي يو بعديها الاي سي يو. المهم انت لازم تدخله، لو لقيت الاكسجين ناقص لازم تدخله. طيب تو اتشيف ارتيريال اكسجين ساتوريشن اكثر من 90% اكسجين شود بي ادمنسترد باي نيزل كانيولا او فيس ماسك، عشان انا اقدر ارفع الاكسجين ده انا لازم ادي اكسجين يا يعني اما بينزل كانيولا، نزل كانيولا طبعا ما يتمر اكثر من 5 لتر بير مينيت، او ادي بالفيس ماسك اللي هي ممكن تدي لحد 10 لتر بير مينيت، المهم لازم ادي اكسجين. طيب بعد ذاك بجي بعمل انفستيجيشن مثلا زي تشيس اكس راي وبلود تيست وكلام زي ده. التشيس اكس راي ما روتين اللي بنطلبها، لكن بنطلبها في حالات شنو؟ انه زوز دو نوت ريسبوند تو انيشال مانجمنت، ما هو لو بتاع ازمه في الغالب انا مشخص وكده ويعني باكزازيبيشن بحاول في المانجمنت المعروف، والاكس راي يعني ما عنده ما مهمه شديد، لكن لو ما ريسبوند للانيشال مانجمنت ممكن يكون عنده نيمونيا، النيمونيا مع الازمه يا جماعه ممكن تعمل اكزازيبيشن وما يستجيب لك، لانه اصلا هو عنده مشكله، عنده انفلاميشن في اللنج مع الازمه بتاعته دي بتدي برونكو دايريت ما بيستجيب، فانا لازم في اللحظه دي اعمل اكس راي عشان اشوف. احتمال يكون ايفن عنده نيموسوركس، النيموسوركس بيعمل شورت نص بريز بيعمل تشيست بين بيعمل نفس الناي، لكن برضه لو ما ريليف النيموسوركس اعمل لي دي كومبريشن انفس وات ايفر كان هو نوع النيموسوركس، فانا لازم برضه اعمل اكس راي. عموما الميكروبيريكال انفستيجيشن التزريع او كده ار سيلدم نادر ما ريكويرد، اولزو بيورينات سبيوتم شود بي كلشرد اف بريزنت. البيورينات سبيوتم لما نلقى السبيوتم بتاع العيان بيورينات يعني قيحي، مرات طبعا مرات يعني ممكن يكون من الايزونوفيل، الايزونوفيل لانها بيزيد، لكن لو كان اي تيبيكال مستياب من الاولى ولقينا السبيوتم بتاعه بيورينات خلاص ممكن تكون نيمونيا، فبرسل ليش للميكروبوليكال انفستيجيشن اللي هو تزريع او وات ايفر لو ايمونولوجيكال تيست، المهم ميكروبوليكال تيست. طيب نجي للدراكس اللي نستخدم البرونكو دايليتر، طبعا اغلبيتها انهيلد برونكو دايليتر. عندنا
الانهيلد بيتا 2 اجونيست اللي هو زي شنو؟ زي السالبوتومول المعروف ده يا جماعه، السالبوتومول اللي هو مرات بيسموه الفانتونين. طيب ار ذا مين ستاي اوف برونكو دايليتر ثيرابي، ده الاساس، ده الاساس. طيب عندنا ميتر دوس انهيلر، ده هو البخاخ، يوز ويز سبيسر برودوس اوت كوم ذات ار ات ليست ايكويفالنت تو نيبولايزر ثيرابي ان سي في ريزم، ده بيعادل لنا النيبولايزر بتاع المستشفى. يعني انه انا داير تو ديليفر البيتا 2 اجونيست ده باي انهاليشن، فممكن نستخدم الام دي ام دي اي ده او الميتر دوس انهيلر ده اللي هو بعادل لنا النيبولايزر. لكن ده نحن في المستشفى بنستخدم النيبولايزر لانه بنقدر نزيد الدوس، نرقص الدوس كده. الام دي اي ده هو حسب البخه، كل بخه عندها مقدار. طيب ممكن نضيف ابراتروبيوم برومايد تو انهيل سالبوتومول، نضيف الابراتروبيوم برومايد للسالبوتومول، ده ممكن بروفايد ان انكريز في البرونكو دايليشن ريسبونس ان سيفير ازمه. يعني مرات يا جماعه في السيفير ازمه انت لازم تدخل الابراتروبيوم برومايد لو كان ستيل الريسبونس للسالبوتومول او البيتا 2 اجونيست كان ضعيف. طيب طيب اف البيك اكسبيريتوري فلو ريت كان اقل من 50% بندي ال انهيلت هاي دوز بيتا 2 اجونيست، يعني بندي السالبوتومول او الفنتولين بالنوبولايزر، بندي هاي دوز ممكن ندي 5 او 10 ملي جرام، وبندخل معاه انتي كولينرجيك اللي هو شنو ابراتروبيوم برومايد باي نوبولايزر كل 20 دقيقة لمدة ساعة. كويس، مرات ممكن كنت اخليه كونتينوس في الساعة يكون كونتينوس، لكن بندي دائما ثلاثة جلسات كل 20 دقيقة لمدة ساعة. كويس، اللي هو بندي شنو زي ما قلنا بندي السالبوتومول والفونتلين مع الابراتروبيوم برومايد. بنعمل ريبيت كل مرة الاسسمنت للعيان، نعمل ريبيت الاسسمنت السيبتومز الفيزيكال اكزامينيشن، لو كنت السماعة نشوف في ويز رونكاي، السماعة ويز واضحة في الجست، كويس نشوف الساتوريشن، نشوف البيك اكسبيريتوري فلو، نعمل الاتستات الثانية. فدي بندي وبنعمل تشيك ندي كل 20 دقيقة لمدة ساعة. طيب السيستميك كورتيكوستيرويد، السيستميك كورتيكوستيرويد طبعا مرات مهمة في السيفير ازمة، لكن في ناس بيقولوا انه الهاي دوز يعني ما عنده بنفيت شديد، لكن عموما يا جماعة العيان ممكن نديه 50 ملي جرام هيدروكورتيزون كل أربعة كل 6 ساعات اللي هو 4 مرات في اليوم، أو ممكن نديه 100، في ناس بيميلوا ل جرعة عالية من 100 ل 200 هو 4 مرات وكل 6 ساعات، لكن أهم شيء إنه فولود باي هاي دوز أوف بريدنسيلون اللي هو بندي من 40 ل 60 ملي جرام اللي هو بيقول لك من 0.5 ل 1 ملي جرام بير كي جي، يعني من 1 جرام لكل كيلو من وزنه من 0.5 ل 1 جرام، يعني هو وزنه لو 60 ممكن تديه 60 اللي هو 1 جرام لكل كيلو، لو وزنه 100 مثلا ممكن تدي 60 برضه اللي هي 0.5، الرينج من 0.5 لكل كيلو لواحد لكل كيلو، وهو ممكن تقسم الهنايه فهي هنايه. لكن الناس دائما بدوا ال 40، ندي 40 اغلبيه الناس الابل 40 ملي جرام اللي هي الحبه فيها 5 اللي هي 8 حبات بتاعت بريدنسيلون. طيب وبتديه ممكن تركب له الهيدروكورتيزون وتديه انجكشن 100 ملي جرام كل 6 ساعات. كويس، مع انه ال 50 بتشتغل، ال 50 الجرعه البسيطه بتشتغل. طيب بعد ذاك حيواصل لنا في البريدنسيلون يا جماعه لمده ما بين 4 ل 5 يوم، يعني بعد ما هو لو يتحسن الكلام ده هو بداه لسه هو في الطوارئ، بعد ما يتحسن حيطلع بالبريدنسيلون ده يواصل فيه لمده 4 ل 5 يوم. يكون بياخد ال 40 ملي جرام بتاعت، وبرضه طبعا بنراعي السايد افكت بتاعت الكورتيكوسترويد اللي هو الشورت بزاد الشورت تيرم طبعا. في اللونج تيرم دي براءة اللي هو هشاشه في العظام و لكن الشورت تيرم اللي هو يعني زي ارتفاع الجلوكوز يرفع لنا البلود جلوكوز بيعمل فلويد ريتينشن، ممكن يعمل ديكريس في البوتاسيوم، ممكن يعمل بيبتيك ألسر، دي كلها لازم تتراعى. الروت اوف ادمنستريشن الاورال كورتيكوسترويد او كورتيزون ار يوجوالي از افكتيف از انترافينوس، لكن طبعا الاورال داري حياخد له يعني at least some hours to produce an effect. oral corticosteroid require at least 4 hours عشان يكون full clinical improvement.
لكن الاي في لانه بخش البلد طوالي هنا، لكن الاي في لانه انفيزف طبعا الناس هنا. لكن اذا كانت اديت اورال والعيان حصل له فوميتنج ممكن تعيد له الجرعه، عشان تعيد له انترافينوس. Inpatient discharge from emergency department intramuscular administration may be helpful. لما تعمل تخرج العيان ممكن تديه انجكشن انترامسكولر او تبدله في الاورال كورتيكوسترويد اللي هي بتاخد 4 ساعات. طيب فعموما الكورتيكوسترويد از جود، عيان عملت له ادميشن بتبدله اي في في الاول بعد ذلك بتدي الاورال، لانه الاورال حيتاخر 4 ساعات، انت داير ريليف في الساعات الاولى مع الـ مع الـ مع الـ مع البيتا 2 اغونيست كويس، ناس الفنتولين ولو بتديت ابراتروميوم برومايد اند سو. طيب الامينوفيلين، امينوفيلين عنده نارو سيروبيوتيك ويندو، يعني شنو؟ يعني لو طلع حته من السيروبيوتيك ويندو حيكون توكسيك، حيكون عنده توكسيتي اللي ممكن يعمل لنا اريزميا بالبيتيشن الحاجات دي. لو نقص شويه ممكن ما يكون عنده تاثير، انت بتدي لكن ما عنده سيروبيوتيك افكت، ما قاعد يعالج لانه ما وصل الرينج بتاعه، فهو عشان كده خطر، عنده نارو سيروبيوتيك ويندو. عشان كده لازم نقيس السيرم سيوفايلين او امينوفيلين، لازم نقيس المستوى بتاعه كويس. طبعا يوز ان لايف ثريتن ازمه كويس، وزي ما قلنا بنشوف السايد افكت بتاعته اللي ممكن يعمل لنا فوميتين وبالبيتيشن كده. المغنيسيوم سلفيت انترافينوس مغنيسيوم سلفيت از ناو ريكومندد ان بيشنت ويز لايف ثريتن اتاك. المغنيسيوم سلفيت اساسي طبعا في المانجمنت بالذات اذا بقى لايف ثريتن اللي هو نير فيت الازمه بيدخل المغنيسيوم سلفيت. طيب لكن نوت ريكومندد في شنو؟ في الروتين، يعني ما اي روتين للروتين، ممكن ندي زي ما قلنا السالبوتومول اللي هو الفنتولين، ممكن ندي ليبراتروميو برومايد، ندي الكورتيكوسترويد، لكن لما نكون لايف ثريتن بندخل المغنيسيوم سلفيت. It use lead to improvement in lung function and reduction of hospital admission. صلح لنا اللونج فانكشن وقلل لنا الادميشن تاع الهوسبيتال. كرنت سنجل دوز ممكن ندي 2 جرام كويس مع نسم صلفيت، بنعمل لها ديليوشن في 50 مل بتاعت نورمال سيلاين وبنخليها تمشي في نص ساعه كويس، يعني 2 جرام دي تمشي لها في نص ساعه. If intravenous bronchodilator is to be administered, current evidence favors the use of intravenous magnesium rather than intravenous beta 2 agonist or aminophilin. يعني بيقول لك لو انت استخدمت intravenous bronchodilator احسن تستخدم معه intravenous magnesium sulfate. ودائما طبعا انت من تلجأ للintravenous معناه العيان اوريدي دخلته في عناية أو في حاجة زي دي، يعني تدخلته في HDU أو ICU تديه البرونكودايليتر IV فبيدخل معاه المغنيسيوم صلفيت. طيب عموما يا جماعة البيتا 2 أغونيست كان كانت IV أو inhaled كلها يعني التأثير، لكن الناس بيفضلوا inhaled أكتر من IV، لكن طبعا يعني العيان من يخش HDU أو كده ممكن ياخد IV. لكن عيان لو كان توليريت الانهيلد لو بكون في نيد لشنو؟ للاي في. طيب does pregnancy change the management of asthma؟ نو، تكون اجريسيف في المانجمنت بتاعك، تريت اجريسيف لانه بعد شويه لو حصل ديتوريشن هتفقد الام وهتفقد الجنين بتاعك، وبريفنت الماترنال هايبوكسيا كويس؟ برضه لانه في فيتال موربيديتي ومورتيليتي، ممكن الهيبوكسيا دي ايفن تفقد الجنين لو ما فقدت الام. فالريسك فروم ريسبيريتوري فيلير اند سيفير اكيوت ازما ار جريتر ذان سيربو ستاندر ميديكيشن، يعني انت ديل بتقديم اجريسفلي لانه لو اديت بالستاندر ميديكيشن الريسك بتاع ريسبيريتوري فيلير ممكن يكون اعلى عند الحوامل، فلازم تتريت اجريسفلي يعني بعنف او بشده بكل البروتوكول تحاول تدخله. طيب how can I tell if my patient is improving؟ طبعا ask them how they feel، من طريقة كلامه انت هتفهم وهو ذاته هيوريك انه انا حاسس انه انا ارتحت شوية، لا حاسس لسه ضيق النفس، لا ما تلقى حسين ما قادر يتكلم، تعمل له ريكزامينيشن ثاني وتعمل له الميجرمنت، تعمل له بيك اكسبيريتوري فلو ريت ثاني تشوف يتحسن ولا لا. هو should be intubated. Endotracheal intubation is not curative طبعا. Only a very small percentage of patients خشوا الامرجنسي ديبارتمنت with acute severe asthma بيحتاجوا intubation، خلاص مشوا معناها
الاكيو سيفير اسمه ما حصل لها ريليف ومشت، لان هي رفعت الازمه، فانت في اللحظه دي لازم تعمل لها شنو؟ تعمل له اندوتراكيا الانتيوبيشن عشان تدخل اسيستد فنتليشن اللي هو بشنو؟ بميكانيكال فنتليتر بمنفس اصطناعي. ليه؟ معناه بدا، معناه هو بقى الاتاك سيفير لدرجه انه حصل فاتيج للمسل وخلاص بدا يحصل ريسبيريتوري ديبريشن. فلازم في، لكن الاغلبيه بيتحسن، في جزء منهم تتوقع انه ممكن يخش لك الاي سي يو، بيحصل اكزوستشن، انهاك تماما، هايبوكسيا، ديتيريوريشن في الكلينيكال فيتشرز ديسبايت الاوبتيمال سيرابي. انت شغال في سيرابي فول لكن لسه هو الزول ده ماشي ديتيريوريت كويس، بتلقى انه السي او 2 بدا يرتفع، ده قلنا ده فيري دينجرس انديكيتر، وطبعا وبالذات لو بدا يحصل ديكريز ليفل اوف كونشسنس، ديكريز اوف منتال ستاتس، بيجا البيشن اجيتيتد، بيجا دراوزي، بيجا دي فيري سيريس strong indication for intubation. بعد ذلك ندخله ICU. How should I decide if my patient can be discharged؟ طبعا الدسشارج عنده حاجات، انه البيشن بوست تريتمنت، انه تلقى اللنج فانكشن اتحسنت 40 ل 60%، يعني محصلات لو كان كل المعايير دي، المهم وصلت ل 60%، اكسبيريتوري فلو ريت وات ايفر وصل لحد 60%، معناها خلاص البيشن ماشي كويس. Provide that adequate follow-up is available، يعني بعد ذلك انت حتتابعه مثلا تعليه بعد 3 يوم في المحولة او كده. Patient with post-treatment زي ما قلنا lung function more than 60% predicted can be discharged. طبعا برضو انت بتخط السماعة وبتسمع الويز، يعني الناس بيقول لك انه الويز دي لو اختفت معناها عيان يتحسن، ده لو ما عندنا الميجرمين دي كويس، ممكن نعمل الساتوريشن ونعمل clinical examination، نتكلم مع العيان، العيان ده بيتكلم نو بيقدر يتكلم جملة في نفس واحد، الويز راحت بالسماعة، ما في رونكاي، ما في حاجات زي دي كويس، ما في ويز لا بأضانك لا بالسماعة كويس. انت العيان ممكن تعمل ديسشارج، يكون عنده مقابلة تو بي اسيست. طيب الانتيبيوتيك في الأزمة، زي ما قلنا الانتيبيوتيك في الأزمة، لأنه أغلب الأزمة اكزازربيشن از باي فايرال انفكشن، وقلنا برضه البيورولنت سبيوتم لو كان بيورولنت خفيف ممكن يكون من الايزينوفيل، لكن لو كان في يعني انه الازمه ممكن تكون من نيمونيا، لازم نرسل لمايكروبولوجيكال انفستيجيشن وندخل شنو انتيبيوتيك. انتيبيوتيك شود نوت بي روتينلي يوز روتينلي بريسكرايب اس باكتيريال انفكشن سيلدم بروفوك اكزازربيشن، نادر نادر ما تعمل لنا اكزازربيشن. ان كونتراست للفيرال ريسبيريتوري تراك هي الكومون، and the routine prescription do not influence the outcome. يقول إنه الناس اللي بياخدوا antibiotics ما بياخدوا the outcome واحد، فإذا بدأ antibiotics عشان تدخل في resistance. sedation، هنا أقول أعمل sedation للعيان، لا يعني مثلا في عندنا في الاستاتيك ما الاستاتيك أزماتيكس، الاستاتيك أزماتيكس زي هو سيفير أزمة اللي هو ما دار تريليف طول اليوم كويس، وزي ده في الأخير ممكن لحد ما يخش ICU. لكن في التشنجات السيجرز مثلا استاتيك إبيليبتيكس كويس، يعني انت دايما في التشنجات في الاجيتيشن انت بتميل انك تعمل سيديشن للعيان، تدي حاجه تعمل سيديشن كويس، يعني شنو ما بين تنوم وتخد، يعني ما الكلمه بالعربي تخدير تنويم، يعني يكون مدروخ كده كده لانه بكون شنو لا بتهيج لا كده. لكن في الازمه السيديشن لانه بأثر ليه بيعمل ريسبيريتوري ديبريشن، ايفن الفاليوم ده بيعمل ريسبيريتوري ديبريشن يا جماعه، عشان كده السيديشن از نوت شنو لانه بيعمل هيبنوتيك، الهيبنوتيك دراج ممكن تعمل له ريسبيريتوري ديبريشن فيز نوت جود. نجي تاني للفلو شارت بتاعنا بتاع المانجمنت اوف ازمه، وده طبعا موجود في اكسفورد بتاع ايمرجنسي ميديسين. زي ما قلنا بنعمل الانيشال اسسمنت، البيك اكسبيريتوري فلو، ابيليتي تو سبيك، ريسبيريتوري ريت، بلس ريت، اوكسجين ساتوريشن. طبعا بتنبه الاي سي يو ان احتمال يكون عندنا بيشن جاي خاش، لو كانت لايف سيرتين الموضوع ما بيتحمل، بيكون داير يخش الاي سي يو ويعمل ميكانيكال فنتليتر، فلازم ناس الاي سي يو يجهزوا سريم ويشغلوا الميكانيكال فنتليتر، لو دارين اللي هو حالات الكبوليه مويه يجهزوه يشغلوه يظبطوا الريت عشان عيان جاي. انت بتدي طبعا سبلمنت الاكسجين قلنا، ومينتين انه الاكسجين ساتوريشن يكون فوق ال 94 98، بتدي صالبوتومول اللي هو الفنتولين، تدي 5 ملي جرام مثلا بالنوبلايزر مع الاكسجين، لو سيفير بتدخل قلنا الابراتروبيوم بروميد مع الصالبوتومول كويس، تدي 0.5 ملي جرام كل 6 ساعات النوبلايزر برضه. بعد ذاك طوالي حتقوم تدي الهيدروكورتيزون زي ما قلنا 100 ملي جرام، في ناس بتدوها ونص، في ناس بتدوها كل 6 ساعات 4 مرات في اليوم، بالذات في اليوم الاول عشان يتحسن، ناس بتدوها في الاول بعد ذاك العيال ممكن يتحسن بعد كم ساعه.
قبل ما تتم 6 ساعات انت ممكن تلقاه يتحسن، فما تحتاج تدي بعد 6 ساعات. وطوال الناس بيدخلوا البريدين سيرون قلنا 40 ملي جرام، من 40 ل 50 ومن 40 ل 60، ودي زي ما قلنا العيان هيتخرج بيها وهياخد الموضوع 4 ل 5 يوم، لان بتمنع علينا الريكرنت اوف اتاك. دي الرول بتاعي يا جماعه، حتى ولو يتحسن عيان بواصل فيه 4 5 يوم، لانه الاتاك تاني ما حتجيه قريب، لانه لو ما اخذها ممكن بعد بكره تاني تجيه اتاك سيفير وبعد بعد انسون، فدي بتقلل الريكرنت اوف اتاك. بعدها بنشوف البيك اكسبيريتوري فلو، لو كان اقل من 75 بتعمل ريبيت للسالبوتومول نيبولايزر تاني كويس، زي ما قلنا ممكن كل 20 دقيقه كويس، وتدخل الابراتوريوم برومايد تديهم كل 20 دقيقه لمده ساعه. العيان ما تحسن طبعا لازم تعمل الاي سي جي عشان الابراتوريوم برومايد افكت يعني ما يعمل اريزميا كمان. وبعدك لو لسه العيان ما تحسن هتقوم تدي دوز بتاعت شنو؟ مغنيسيوم سلفيت، هتدي 2 جرام تديها في نص ساعه في نورمال سيمان، تمشي في نص ساعه او في 20 دقيقه كويس. طيب ما حصل ريسبونس، لا خلاص ده معناه اي سي يو، طوالي ريفير تو اي سي يو كويس، كونسيدريشن انه يعني مولو ميكانيكال سبورت او فنتيليشن سبورت اللي هو ميكانيكال فنتيليتر، وبعد ده هيدول امينوفيلين في الاي سي يو طبعا زي ما قلنا مع السالبوتامول والحاجات دي كلها هتكون اي في. وطبعا الحاجات اللي ممكن توديه للاي سي يو اللي هو ديتوريريشن بالذات في البيك اكسبيريتوري فلو، بيرزيستنت اوريس هايبوكسيا، هايبركابنيا، ارتفاع السي او 2 قلنا خطر بعد انديكيتر كويس، الاي بي جي شو لو بي اتش، حصل اسيدوزيس او هاي طبعا هيدروجين اين اللي هو حمضيه، حصل اسيدوزيس، اكزوستشن العيان خلاص بقى ما قادر يتنفس، حصل ليه اكزوستشن للاسبيريتوري انرجي يعني، دراوزنس، كونفيوجن، التر ليفل اوف كونشسنس او ريسبيريتوري ريست عديل، كلها لازم يخش اي سي يو. طيب عملنا الحاجات دي ما هنا بندخله اي سي يو، لا طيب نجحت حصل امبروفمنت كونتينيو طوال انه الفنتولين اللي هو سالبوتومول بديه من 4 ل 6 كل من 4 ل 6 ساعات بلس الابراتروبيوم برومايد، خلاص ده كده ماشي. زي ما قلنا طوال البريدين سيرون هندخلها هتستمر من 5 ل 7 يوم حتى بعد ما يتخرج، يعني هتكون مستمره لحد ممكن يتخرج اليوم الثاني. بعد ذاك مونيتور الاكسجين ساتوريشن والبيك اكسبيريتوري فلو، واذا كان البيك اكسبيريتوري فلو فوق ال 75 العيان طوالي بتكونسيدر انه تعمل ديسشارج تخرجه ويجي يتابع معاك في العياده المحوله. This is the end of this lecture. Please any question or comment contact me and I'll reply immediately. Thank you very much for your listening. Thank you very much.